بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا درس بخور جميل جدا وبطريقة ابتكارية جديدة. نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات. عندنا دقة العود ناعمة، عندنا المستكة مطحونة بودر، وعندنا هنا الجيس باودر جاهز. عندنا هنا زيوت العطرية، استخدمت طبعا سنشوال. عندنا هنا المثبت اللي راح نستخدمه. عندنا هنا الآلة أو القالب اللي راح نشكل فيه البخور. هذا القالب موجود في المواقع من علي إكسبرس، أخذته. نبدأ على بركة الله، نقيس المكونات. نضيف في البداية الدقة الناعمة، أخذت أنا تقريبا 50 جرام من الدقة الناعمة. لكم حرية اختيار المكان اللي تاخذوا منه الدقات. هذه الحقيبة للأسف ما مداني الوقت إني أجهز لها، هذا الدرس ما أسعفني الوقت إني أجهز له حقيبة. وضعنا الدقة الناعمة، أخذنا منها 50 جرام. الآن نأخذ من المستكة، طبعا ما ننسى نصفر الميزان بعد كل إضافة حتى نتخلص من وزن المكون السابق. أخذت من المستكة 5 جرام، والآن أخذ من الجيس باودر أو بودرة التابو. هذه مهمتها هي لتشكيل البخور. صفرنا الميزان، نأخذ الآن منها تقريبا 3 إجرام، ما تزيدوا على 3 إجرام، 3 إجرام. وللأمانة هذا البخور ليس بخور ذاتي الاشتعال، ليس بخور ذكي، إنما هو بخور عادي فقط للتشكيل. والتشكيل كما قلت لكم، لكم حرية تشكيل البخور بأي شكل يعجبكم. نخلط المكونات بشكل جيد، نمزج المكونات بشكل جيد حتى تمتزج المكونات الجافة مع بعضها البعض، ثم نضيف باقي المواد. الآن مزجنا المواد الجافة وأصبحت ممتزجة وجاهزة. نضيف الآن الزيوت العطرية والمثبت. المثبت لكم حرية اختيار المثبت اللي يعجبكم أو اللي متوفر عندكم، والقناة مليئة بالمثبتات اللي أنا نزلت لها دروس. نضيف زيت سنشوال العطري، ونضيف 10 جرام تقريبا من المثبت. 10 جرام من المثبت كافية حتى ما تغير لنا رائحة الزيت العطري. ضفنا 10 جرام من المثبت، كافية تماما. نبدأ في مزج المكونات مع الزيوت العطرية، وكما تعودنا الزيوت العطرية نضيفها بالتدريج. نمزج المكونات، نضيف المزيد من الزيوت العطرية حتى نحصل على قوام التشكيل، وطبعا راح نستخدم في التشكيل الماء، سواء الماء المقطر أو ماء الورد. أضفنا الزيوت، لابد أن تتشبع المواد الجافة بالزيوت العطرية كما ترون. ثم نبدأ في إضافة الماء.
لا تستعجلوا، اشتغلوا بتأني. البخور يبغاله طولة بال ويبغاله شغل، تشتغلي بهدوء. الآن نضيف الماء، ما مقطر، ما عادي، ما ورد، أيا كان، المهم أن يكون ماء نظيف. نضيف بالتدريج، انتبهوا، نضيف بالتدريج الماء كما أضفنا الزيت. نأخذ الماء ونضيفه بالتدريج ونمزج المكونات، ونبدأ بإضافة زي ما أنتم شايفين الماء، ونعجن كأن نشتغل في عجينة عادية، لأن بودرة التابو تحتاج إلى المزج والعجن بشكل جيد. نكمل إضافة الماء ونمزج المكونات حتى نحصل على قوام التشكيل. إذا وصلنا إلى مرحلة التشكيل والمواد أصبحت تتشكل معنا بسهولة، البخور أصبح يتشكل معنا بسهولة، خلاص نوقف إضافة الماء. ما أبغى أوقف لكم الفيديو حتى ما يعني أنا حريصة جدا إنكم تشوفوا كل خطوة بأدق التفاصيل. الآن نجرب هل وصلنا إلى قوام التشكيل. نعم، الآن تقريبا وصلنا إلى قوام التشكيل، لكنه يحتاج إلى المزيد من العجن. شايفين كيف أعجن كأنها عجينة، أعجنها باليد كأنها عجينة. الآن أصبحت جاهزة للتشكيل. نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، شكلها بالقالب، وكما قلنا لك حرية اختيار القالب اللي يعجبك أو اللي حابة إنك تشكلي فيه. نبدأ في وضع البخور داخل القالب، ونبدأ في الضغط على البخور حتى يصبح متماسك مع بعضه البعض. ممكن طبعا تضغطوا في نفس القالب. نضيف، الآن أصبح جاهز، نضغط عليه قليلا حتى يتماسك ويصبح لنا بشكل اسطواني. الآن ننزله في الصحن، نضعه في الصحن بهذا الشكل، وها هو بخورنا أصبح جاهز. الآن نتركه طبعا يجف، لكن بوريكم أيضا بخور، يعني بخور آخر، أو نعيد التشكيل في الجهاز مرة أخرى حتى اللي ما انتبه ينتبه. نضيف البخور داخل الجهاز أو داخل القالب، ونضغط عليه حتى لا يتكسر لنا. انتبهوا لا تضغطوا بزيادة، رح أوريكم شفتوا كيف، لا تضغطوا بزيادة، شيء بسيط، ضغط حتى يضمن لنا تماسك البخور داخل القالب، ثم استخرجه من القالب. ضغطة بسيطة زي ما انتم شايفين، ونستخرجه بكل سهولة. هذا هو بخورنا، أصبح جاهز. الآن نتركه طبعا حتى يجف تماما،
وبعدها نشوف مع بعض إيش حنسوي. ضروري طبعا يجف البخور، ضروري يجف البخور ويترك حتى يجف بشكل كامل، ثم نشوف إن شاء الله مع بعض بعد ما يجف إيش حنسوي. الآن طبعا بخورنا أصبح جاف، تركته لمدة 2 إلى 3 أيام وأصبح جاف الآن. ها هو نأخذ الآن طبعا وراح نشربه من نفس الزيوت العطرية اللي هو مخلط سنشوال أو الزيت العطري السنشوال. أنا ما أبغى أقيدكم بمتجر معين تشتروا منه الزيوت العطرية، المتجر اللي تتعاملوا معه اشتروا منه. نضيف الزيوت العطرية، نضيف الزيوت العطرية بهذا الشكل، نرش البخور بالزيوت العطرية حتى يتشبع تماما، ثم يصبح بخورنا الآن جاهز للتخمير. نضعه في علب التخمير ونخمره لمدة ما تقل عن 20 يوم ثم يستخدم. إن شاء الله يكون الدرس واضح وسهل وأضاف لكم شيئا جديدا في هذا العالم الجميل، عالم الروائح، عالم البخور. أي أسئلة أو استفسارات أنا معكم في جروب النقاش، وطبعا كما قلت لكم ممكن أنكم تشكلوا البخور على أي شكل كان، مو شرط هذه الآلة، ممكن أنكم تشكلوا في قوالب سيليكون زي كذا، أنا شكلت في قوالب سيليكون، ممكن أنكم تشكلوا، ممكن أنكم تكوروا البخور، فخيار التشكيل متروك لكم. طبعا زي ما تعودنا وزي ما عملنا في النوع الآخر أو التشكيل الآخر، نضيف له الزيوت العطرية ونخمر ويصبح بخورنا جاهز. استودعتكم الله، وأي أسئلة أنا معكم تكتبوها لي في التعليقات وإن شاء الله أرد عليها. طبعا المكونات كلها مكتوبة في صندوق الوصف، وأي أسئلة أنا معكم. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.